مساكم الله بالخير ومساء السعادة والابتسامة، ويا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، سعداء بهذا التواصل الجميل من خلال برنامج مساء الخير يا كويت. ومن بعد شهر رمضان المبارك وأيام الكريمة وأيضا عيد الفطر السعيد، نقول لكم كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعاتكم يا رب إن شاء الله، وتكون عودة خير وبركة، وبتشوفون إن شاء الله يعني مجموعة جميلة من المواضيع المتنوعة وأيضا الفقرات والضيوف اللي راح ينورونا في برنامج مساء الخير يا كويت. تبقى التحية الأجمل زميلي عيد الرشيدي، مساك الله بالخير عيد وتقبل الله طاعتك وكل عام وانت بخير. مساء الورد زميلتي اماني، ومن ان شاء الله صالح الاعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا فيكم في حلقه جديده متجدده من برنامجكم اليومي، برنامج مساء الخير يا كويت. عدنا لكم بعد ما كنا معاكم طوال فتره شهر رمضان المباركه، عاد الله علينا بالخير واليمن والبركات باذن الله، وبعد اجازه العيد اجازه بالضبط. جميله جدا كنا معاكم ان شاء الله نتواصل من خلال هذا البرنامج، واليوم ان شاء الله في جوبتنا الكثير من الاخبار والمساحات الحوارية وفقرة الستريم بوكس، بالإضافة إلى نشاطاتنا المحلية والاجتماعية والثقافية والإنسانية. اليوم عندنا لقاء عبر كاميرا ستريم بوكس مع النحات الدكتور صباح أسد، والذي يمارس فن النحت على قشور البيض منذ سنوات عديدة، وهي إحدى الفنون والهوايات التي يجب أن نتوقف عندها للتعريف بها. وايضا عيد يعني عندنا كثير من اللقاءات المميزه، وراح تكون عندنا يعني محطه حواريه جميله مع الدكتور محمد عبد المحسن الغانم، اختصاصي جراحه المسالك البوليه والتناسليه. اما المحطه الحواريه الاولى في هذه الحلقه فستكون مع الدكتوره رباح نجاده، عميد القبول والتسجيل في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب، وراح نتواصل إن شاء الله معاكم من خلال هذا البرنامج، برنامج مساء الخير يا كويت. فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. حياكم الله معنا من خلال برنامجكم، برنامج مساء الخير يا كويت. نتواصل معاكم في محطاتنا واخبارنا في هذا البرنامج، ونبدا معاكم في اولى مساحاتنا الحواريه ان شاء الله مع الدكتور رباح نجاده، عميد القبول والتسجيل في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب. حياك الله معنا دكتوره، وكل عام وانت بخير. الله يحييكم وانتم بخير وسلامه. هلا فيك دكتوره رباح، احنا سعداء بوجودك معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. وبدايه يا ريت تتكلمينا عن بدايه استقبال طبعا طلبات القبول والتسجيل للمتقدمين بالالتحاق بكليات ومعاهد الهيئه العامه، معاهد الهيئه للعام الدراسي 2018 و2019. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحب أشكر برنامج مساء الخير يا كويت على هذه الاستضافة، وبصراحة استضف
شرفتونا في وقت حيوي عشان ننوه عن عملية القبول والتسجيل وننبه الطلبة المتقدمة إن شاء الله. وأحب أبارك حق أبنائنا خريجين الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وإن شاء الله ربي يوفقهم دائما. الهيئة العامة لتعليم التطبيق والتدريب فتحت باب التقديم لكلياتها ومعاهدها من تاريخ 9/6، وراح يستمر التقديم بإذن الله إلى 12/7/2018. طبعا احنا استمرينا حتى ايام العيد لان التقديم عندنا على الموقع الالكتروني للهيئه، فالعمليه مستمره من 9 وما زالت لحد الحين. ممتاز. دكتور رباح، ودي الحين اسال سؤال مهم، يمكن بعض المشاهدين المعنيين في هذا الموضوع في عمليه التسجيل، هل هناك شروط معينه للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئه؟ اي طبعا، احنا عندنا في الهيئه العامه لتعليم التطبيق عندنا قطاعين، قطاع كليات وقطاع معاهد. كل كليه وكل معهد له شروط معينة. يعني أعطيك مثال، كلية التربية الأساسية بعض التخصصات تشترط للتقديم اجتياز اختبارات القدرات. ممتاز. وبعد القبول، القبول هم مشروط بالمقابلة الشخصية. بعض الكليات مثل الدراسات التجارية لا تشترط غير النسب، في عندها نسب إذا تستوفيها بالمقاعد المتاحة يتم القبول، فحسب طبعا الكلية. وموجود ترى هذه التعليمات وهذه النسب والشروط على موقع الهيئة، ممكن الاطلاع عليها. ممتاز. إذن دكتورة رباح، ما هي الآلية المتبعة لعملية التسجيل وتقديم طلبات في كليات ومعاهد الهيئة العامة؟ وهل تتم عملية التسجيل بالحضور الشخصي لعمادة القبول أم عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي؟ طبعا مع تطور التكنولوجيا الهيئة العامة لتعليم التطبيقي صار لها سنوات عدة تعتمد على التقديم الإلكتروني على الموقع الهيئة. لا يحتاج الطالب خريج المدارس الحكومية الكويتي وأبناء الكويتية محدد الجنسية إلى أي زيارة للهيئة، يقدر وهو بالبيت وهو مسافر برا الكويت يقدر يفتح على الموقع ويسجل. في عندنا نوع من الطلبة يحتاج يراجع الهيئة اللي هو تكون شهادته من مدارس خاصة، لأن احنا مرتبطين في وزارة التربية، بيانات وزارة التربية تكون عندنا، فالطالب ما يحتاج يجيب لنا الشهادة. مرتبطين بالبطاقة المدنية، ما يحتاج يجيب لنا البطاقة المدنية. هم مرتبطين بالتأمينات فنقدر نعرف الطالب موظف أو غير موظف، ولكن للحين وإن شاء الله هذا نطمح له في المستقبل نرتبط بالمدارس اللي هي الخاصة. الحين الطالب لازم يراجعنا علشان يعطينا شهادته ونعادلها حقنا. كذلك الطلبة اللي ماخذين الثانوية العامة من خارج الكويت الكويتيين لازم يراجعون الهيئة. بالإضافة إلى أبناء الكويتية غير محدد الجنسية، لأن خاصة البدون نحتاج البطاقة الأمنية مجرد إنه تكون ويانا. بالضبط، ما في عندنا ربط مع الجهاز المركزي. أيضا شيء مهم جدا دكتور رباح في عملية القبول، يمكن أيضا المعنيين في هذا الأمر تسألون عن موضوع النسب، هل حددتم النسب الخاصة في كليات؟ طبعا كل كلية لها نسب كتقديم، تفتح باب التقديم، يعني الطالب راح يقدم حسب نسبته راح تفتح للتخصصات. فكل كلية موجودة على الموقع تخصصاتها للتقديم، بس القبول طبعا حسب المقاعد المتاحة والطلبة المتقدمين. ممتاز. إذا ودنا نتعمق أكثر وأكثر دكتورة رباح، ودنا نعرف أيضا الفئات اللي يسمح لها التسجيل يعني في كليات ومعاهد التطبيقي. ميزة الهيئة العامة لتعليم التطبيقي بما أنها تحتوي قطاعين حقيقي مختلفين، قطاع كليات وقطاع مهني اللي هو المعاهد، فتقبل تقريبا جميع الفئات، تقبل كويتي، تقبل أبناء الكويتية محدد وغير محدد الجنسية، تقبل معاملة كويتي، تقبل أبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم، أبناء الأسرى والشهداء، تقبل منح حكومية، تقبل منح معالي وزير التربية مع مدير الهيئة العامة لتعليم التطبيقي، أبناء العسكريين محدد وغير محدد الجنسية، تقبل أبناء العاملين بالهيئة، أبناء أعضاء هيئة التدريس، تقبل كذلك أبناء دول مجلس التعاون وأبناء الدول العربية، فتقريبا مغطية جميع الفئات. حتى ذوي الإعاقة؟ طبعا ذوي الإعاقة الهيئة توليهم اهتمام خاص، لأن حتى تعطيهم 5% زيادة. طبعا هذه ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم شهادة من الجهاز ذوي الاحتياجات والكويتيين.
متخصصين مقاعد معينه ذوي الاحتياجات الخاصه؟ لا، هم يتنافسون مع زملائهم بس نزيدهم 5% على نسبه الثانويه العامه. ممتاز ممتاز. عيل كذي عيد ودنا نتوسع بعد اكثر لموضوع جدا مهم اللي هي يعني نقطه مهمه ايضا، النسب اللي يتم قبولها في معاهد وكليات التطبيقي. النسب احنا محددينها على موقع الهيئه، هذه نسب التقديم موجوده. القبول لاحقا بعد ما نشوف المتقدمين، نسب المتقدمين حسب المقاعد المتاحه، بس النسب موجوده ويمكن انا بعث لكم النسب اذا ممكن عرضها. والله ان شاء الله اذا موجوده ان شاء الله بيعرضونها. موجوده. دكتور رباح، انا ايضا ودي اتساءل عن موضوع العدد المتوقع قبوله، يعني عندكم طبعا اعداد معينه في السنه هذه 2018 2019 عندكم نسبه معينه تتحملها كليات ومعاهد الهيئه. كم متوقعين؟ طبعا عمادة القبول للتسجيل ما تفتح الباب للتقديم الا بعد ما تاخذ من الكليات المعنيه كل كليه الاقسام المعنيه الميزانيه مالتها البشريه عدد الطلبه. احنا الحمد لله ميزانيتنا تقريبا مفتوحه، عندنا 18,000 مقعد للطلبه والطالبات. 18,000 مقعد حق الفصل الاول والفصل الثاني للقبول باذن الله. ممتاز. إذا أيضا ويانا يعني هذا تقرير جدا مميز عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، قاعد نشوفه ويا المشاهدين، فأيضا يعني يا ريت تعطينا يعني فكرة متى يتم قبولهم، يعني متى يتم الإعلان، إيش كثر الفترة يعني المدة؟ إحنا طبعا راح نسكر مثل ما أنتم شايفين، صار في تنسيق لأن في لجنة برئاسة معالي وزير التربية. نعم. يكون فيها طبعا الوكيل المساعد حق وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، عميد القبول والتسجيل في الجامعة، وعميد القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. معالي وزير التربية حط بالعكس السنة يعني أتاح الفرصة المفروض كل الطلبة ينقبلون. إن إحنا نفتح كلنا مع بعض، أول من يسكر بعثات داخلية وخارجية ويطلعون القبول، اللي ما يوافي الحظ ويكون مقدم يقدر يقدم حق جامعة الكويت والتطبيقي. حلو. جامعة الكويت راح تسكر وتطلع قبولها، واحنا بعدنا كتطبيقي فاتحين، اللي ما وفق الحظ يقدر يقدم عندنا. ممتاز. احنا اخر ناس نسكر. الفرصة الأخيرة. الفرصة الأولى والأخيرة حقيقة. احنا فاتحين من الأول ومستمرين للآخر. يعني أكثر من كذي أن الطالب يختار وين ما يبي، بصراحة يعني فرصة ذهبية لازم يستغلونها الطلبة. بالضبط. نسكر 12 إن شاء الله 9، راح يكون عندنا اختبارات القدرات في كلية التربية الأساسية وفي كلية الدراسة التكنولوجية وفي المعاهد التطبيقية، راح تكون وهذه مهمة للطالب انه يحضرها لانها شرط للقبول، من 15 الى 17/7. بعد ما تخلص الاختبارات احنا نستلم النتائج من الكليات والمعاهد تقريبا يوم 19 ان شاء الله، اخر الشهر راح نطلع القبول باذن الله. وهذا يعتمد عليه النسبه النهائيه الخاصه طبعًا بالطالب طبعًا من خلال القدرات، لان اختبار القدرات راح يكون عليه 30% والشهاده 70%، يعني راح نطلع معادل المكافئ، فاعلى النسب في المعادل المكافئ هي اللي راح تكون فرصتها للقبول. واللي ما يقدم خلال الفتره هذه، اللي ما يقدم ينطر ان شاء الله الشواقر باذن الله. في عندنا شواقر في حق الفصل الثاني. نعم. 18,000 مقعد ان شاء الله حق الكورس القادم باذن الله، عدد كبير جدا. أكيد. خاص بالكليه، يعني الله يعطيكم الصحه والعافيه على طبعا توفير مثل هذه المقاعد. ولكن انت ذكرتي في حديث الدكتوره رباح ان هناك مقابلات شخصيه. صح. المقابلات الشخصيه تعنى باقسام معينه في الكليات؟ كليه التربيه الاساسيه تشترط لتهيئة معلم إن لازم في مقابلة شخصية، إن هذه الشخصية تصلح تكون معلم. إحنا خليناها لتسهيل الأمور شرط بعد القبول. يعني بعد ما ينقبل الطالب راح يروح إن شاء الله أول يوم راح يتقابل كل قسم يقابل طلبته، وبعدين يعني نادر ترى اللي يرفضون بسبب المقابلة. نعم. بشكل عام يعني الحمد لله أبنائنا متعلمين، لقد تكون يعني نطق عنده مو واضح، هذا يعيقه كمعلم. أيوة. ولا بشكل عام إن شاء الله الكل يكون مقبول بإذن الله. بإذن الله. دكتورة رباح، ودنا أيضا ننوه إذا في بعض النقاط المهمة اللي ودك أيضا تذكرينها يعني للطلبة اللي مقبلين إن شاء الله على التسجيل في كليات ومعاهد. وايد مهم، في بعض الطلبة يقومون في عملية التقديم الإلكتروني بس يفوتهم يحطون تنفيذ، فبالتالي لا تنحفظ بياناتهم، ينطر القبول ما عنده قبول، هذا يكون مستعيل وناسي. اي ويصور لك طبعا، يصور عنده اثبات انه هو قدم. أيه. بس هو ما سوى حقها تنفيذ. أيه. فطبعا ما توصل لنا. اي عشان كذي انا اقول حق الطلبه، انت بعد ما تنفذ العمليه اطلع وتعال، حتى لو بعد ساعه ثاني يوم
تشيك على بياناتك هل هي موجودة أو لا، إذا مو موجودة معناتها ما سوي التنفيذ. كذلك عند كل تخصص في أرقام، اقرأ شنو معنات الرقم، هل تحتاج إلى قدرات، هل تحتاج هذه مثلا إن محددة في كويتي، فئة كويتي بس يقدم لها، هل هي تخصص نادر، لازم يعرف شنو هي علشان إذا عنده مقابلات يحدد هو الطالب، يحدد الموعد المناسب حقه يسجله بالضبط، وما ينسى يروح يحضر هذا المقابلة أو الاختبار. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إن شاء الله طبعا راح تستقبل 18,000 طالب وطالبة الكورس القادم، هل الهيئة إن شاء الله مستعدة استعداد تام لهذا الكورس وهذا إن شاء الله دائما مستعدة. طبعا 18,000 على فصلين دراسيين، فصل أول وفصل ثاني، إحنا راح نطلع النتيجة مرة واحدة بس هم راح يكونون على دفعتين بإذن الله، تقسيم يعني تقسيمة طبعا وأكيد دائما الهيئة مستعدة لأبنائها، ومثل ما قلت لك هذه ميزانية مدروسة ومحددة من الأقسام المختصة، فأكيد كل قسم مسوي حسابه لهذه الطلبة. وإحنا ترى عندنا ميزة إن إحنا في الكليات نسوي حق المستجدين جداول ثابتة، يعني الطالب ما يحات يبي يسجل مقررات لأنه مو عارف ما عنده خبرة بالضبط، وعشان نضمن له الحد الأدنى من الوحدات، فراح يكون جدول إن شاء الله بعد القبول راح يلاقيه على صفحته الشخصية. ممتاز. أيضا إحنا يعني عيد ما ننسى أن الهيئة لها جهود جدا جميلة لاستقبال الطلبة والاستعداد من خلال عمل لقاءات التنويرية اللي صحيح. أيضا يعني تنور الطالب أكثر في أنه يتخذ ويعرف شنو راح يسوي من اللي خلينا نقول الأي تو زد. احنا عندنا في بداية الفصل الدراسي قبل الدراسة دائما في عندنا لقاءات فعلا تنويرية يقوم فيها إدارة الإرشاد الأكاديمي وإدارة الكلية، ويساعدون طبعا معنا اتحاد الطلبة في ذلك الموضوع، بحيث يبينون لهم كل النقاط المهمة للطالب خلال مسيرته الأكاديمية. بالإضافة إلى ذلك الهيئة الحين حاطة على موقع الهيئة مرشد إلكتروني، يعني الطالب اللي تصير له ظروف ما يحضر، أي شيء يخص خطته الدراسية، أي تعليمات، أي حسبة لمعدلاته موجود على المرشد الإلكتروني. يعني التكنولوجيا إن شاء الله في خدمة الطلبة. طبعا التسجيل الإلكتروني ساعدكم في حل مشكلة أزمة الحضور والزحمة داخل المعاهد وغيرها، لأن أنت تتخيل أن احنا نستقبل 18,000 طالب، وايد عمل راح يكون جبار طبعا، تحتاج الى جنود من الموظفين. احنا لا الحين احنا نعتمد يعني اللي يراجعوننا قله حقيقي، وعندنا قاعدين احنا نستقبلهم من يوم 9 بحيث اللي يبي معادله، اللي يبي يسال على معلومه، مع ان المعلومات كلها محطوطه على الموقع، بس احيانا يعني يبي يتاكد من معلومته بالضبط. عندنا اداره القبول مبنى 11 ومبنى 7 ومبنى 1 كلها موجودين لخدمة أبنائنا الطلبة وطالباتنا. إذا ممتاز، يعطيك ألف عافية دكتورة، استمتعنا بالحوار وياك، يعني كان حوار جدا ممتع، ونتمنى من الطلبة أيضا استفادوا وخذوا يعني في بعض النقاط المهمة اللي المفروض الواحد عيد يحط عليها خط أحمر وما ينساها، يعني يتذكرها قبل يتخذ أي شيء. والطلبة الحين أذكياء، يعني خلاص العملية يسأل اللي قبله واللي قبله، يعني عارف هذه الأمور بوجود الاتحاد أيضا. شوف أو أهم نقطة إنه يقرأ التعليمات، كل شيء متوفر له على الموقع، يدخل الموقع ويقرأ التعليمات اللي يحتاج لها الطالب، وصدقني اموره ماشيه بسلاسه ان شاء الله. اهم شيء التنفيذ. التنفيذ لا تنسون التنفيذ. تصورون الشاشه ترى مو معتمد هذا. ويرجع لها ثاني يوم يتاكد. مو معتمد. سوي عمليه الامر والتنفيذ هذا معتمد ان شاء الله باذن الله. بارك الله في حضورك دكتوره، وكل عام وانت بخير. وانت بخير وسلامه، كل الشكر. الله يسلمك. عندنا فقره الستريم بوكس. بالضبط، عندنا فقره الستريم بوكس عيد، وعندنا لقاءات جدا جميله، تابعونا من بعد هذا الفاصل، راح أكون وياكم إن شاء الله. موفق إن شاء الله. Thank you.
مرحبا فيكم مشاهدينا، نبدأ معكم هذه الجولة الإخبارية الجميلة المحلية بلقاء عبر كاميرا ستريم بوكس مع النحات الدكتور صباح أسد والذي يمارس فن النحت على قشور البيض منذ سنوات عديدة، وهي إحدى الفنون والهوايات التي يجب أن نتوقف عندها أكثر للتعريف فيها. المكان راح يكون إن شاء الله في صباح السالم، ويجري الحوار مع الضيف الزميل خالد البنا. ومساك الله بالخير خالد، والهوى لك. مساك الله بالخير أماني، وهذه التحية والإطلالة المتجددة من فقرة ستريم بوكس والأخبار المحلية، وأمسي عليك بالخير وعلى السادة الزملاء في استديو برنامج مساء الخير الكويت، وعلى جميع مشاهدين وكل من يتابعنا حاليا على شاشة تلفزيون الكويت القناة الأولى. أنا متواجد حاليا في ورشة النحات الدكتور صباح أسد، واللي مارس هواية وفن النحت على قشور البيض. هذه الهواية اللي مارسها من سنوات عديدة، وتعتبر من الفنون والهوايات المميزة والنادرة جدا. خلونا نتعرف أكثر على هذا الفن الجميل، ومعانا الدكتور صباح أسد. يعطيك العافية ومساك الله بالخير. مساكم الله بالخير، ومسي على الكادر مساء الخير الكويت ومشاهدين قناة تلفزيون الكويت. يا هلا دكتور صباح، ليش اخترت فن النحت على قشور البيض بالذات؟ والله سؤال حلو. يعني انا فنان تشكيلي بالاصل، يعني من بديت من عمر يعني كنت رسام، ولكن في 2004 شفت هذا الفن متواجد عن طريق طبعا اليوتيوب حق فنانين من المانيا ومن اوكرانيا ومن دول مختلفه، فقلت حبيت اني ابتدي، وبديت من ذاك الوقت من 2004 الى الحين وصلت لهذا المستوى طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لفن النحت على قشور بيض، هل يعتبر من الفنون الصعبة، أو شلون أنت بالذات اخترت هذا الفن بالذات النحت على قشور البيض؟ سؤالك جميل. يعني ما تقول من الفنون الصعبة، يعني تقريبا مو صعبة كنت ما تكون، لازم يكون دقيق، يعني لأن أي خطأ فيه أنت راح تكون الوقت اللي اشتغلت فيه بالبيضة يعني راح عليك كله، لأن كل عمل يأخذ مني تقريبا أقل شيء 3 ساعات ونص. فهي مو صعب كثر ما لازم يكون دقيق، لازم تكون عندك يعني الحس أنك شنو، أنك أنت مو مسموح فيه الخطأ، ولازم تكون شنو يعني دقيق وانت تشتغل، ما يبي له عيله ويبي له شنو ذهن صافي مثل ما يقولون. نعم. هل شاركت في معارض ونقدر نقول يعني بالكويت او خارج الكويت؟ إذن مشاهدينا راح نتواصل معكم ان شاء الله، وبتشوفون معنا لقاءات اكثر وفقرات جميله من بعد هذا الفاصل. لازلنا متواصلين معكم أعزائي المشاهدين مع أخبار الديرة، وبما أن عندنا يعني بعد شهر رمضان المبارك وبعد عطلة عيد الفطر السعيد، لابد أن نتكلم ونتحدث عن الخيرات والمساعدات الإنسانية وأيادي الخير الكويتية البيضاء، لا سيما في هذا الشهر الفضيل والمساعدات اللي قدمت لمستحقيها داخل وخارج دولة الكويت. راح نتابع الكثير والكثير ونتعرف من خلال هذا التقرير. اكتسبت دولة الكويت سمعة عالمية طيبة بكونها من أكثر الدول نشاطاً في مجال العمل الخيري، وحرصاً من أيادي الكويت البيضاء على تقديم المساعدات الأساسية للأسر المتعففة داخل دولة الكويت، وكذلك إلى المجتمعات الفقيرة والمنكوبة على المستوى العالمي عبر الجمعيات الخيرية التي تعد علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني. فقد قدمت الجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك العديد من الأعمال الإنسانية. حيث تنوعت الأعمال الخيرية بين تلك الجمعيات، فقد قدمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبر حملتها الكويت بجانبكم
بمساعدة أشقائنا في اليمن من خلال طائرات الجسر الجوي الإغاثي بتقديم العديد من المساعدات للمتضررين بجزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار ماكونو، والتي اشتملت توزيع ما يقارب 1500 سلة غذائية على السكان المتضررين، وكذلك مشاريع كويتية أخرى ومنها مشروع الإيواء الذي استهدف السكان الذين فقدوا منازلهم بسبب الإعصار. هذا وساهمت المبارة الإسلامية الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل بحملتها الخيرية بكشة الخير، والتي أطلقتها لتوزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك على الأسر المتعففة والعمالة الوافدة في عدد من مناطق دولة الكويت، حيث ساهمت هذه الحملة على إعانة الشرائح المستفيدة على أداء فريضة الزكاة، هذه الفريضة العظيمة بشهر الرحمة. كما أطلقت جمعية النجاة الخيرية خلال شهر رمضان المبارك حملة أبشروا بالخير الثانية، انطلاقاً من دورها الريادي الذي تسعى من خلاله لتعزيز العمل الخيري في دولة الكويت، حيث نجحت هذه الحملة بتحقيق أهدافها وهي مساعدة الأسر الفقيرة والمتعففة داخل دولة الكويت بمساهمة أهل الخير. بنجاح هذه الحملة عبر تقديمهم التبرعات المالية بشتى الوسائل المتوفرة، لترسم هذه الحملة الخيرية صورة مشرفة للأيادي البيضاء في دولة الكويت. الله يدوم علينا نعمة الخير والعطاء، الكويت جبلت على الخير، وكل الشكر للأيادي الكويتية البيضاء على هذه المساعدات الخيرية. إذا مشاهدينا راح نكمل حوارنا مع ضيفنا مع الزميل خالد البناء وضيفة الدكتور صباح أسد عبر كاميرا ستريم بوكس. لك الكلمة زميلي خالد. يا هلا فيك أماني، ونكمل حوارنا. ما زلنا متواصلين مع هذا الحوار الشيق مع النحات الدكتور صباح أسد وفن النحت على قشور البيض. دكتور، نبي نعرف هل شاركت في معارض عالمية وعربية؟ حاليا في ترتيبات كثيرة يعني من بعض الدول إن شاء الله أشارك معهم في معارض خاصة في النحت والنقش على قشور البيض، ولكن في دولة الكويت شارك أنا مع كثير من المعارض، تقريبا مع فريق إكسبو 965، وأحب أمسي على الأستاذ محمد كمال وأعضاء الفريق من طبعا أصحاب المتاحف الخاصة والمبدعين والحرفيين. فهني نسوي إحنا معارض ونغطي جميع المعارض تقريبا والطلبات تصير من الجهات الرسمية والمؤسسات يعني في الكويت. دكتور صباح، يعني الفن النحت لعدة مجالات، انت شمعنا اخترت مجال فن النحت على قشور البيض ويعتبر هذا الشيء جدا متعب ويبي له تركيز وصبر، فليش اخترت هذا الفن بالذات؟ والله السؤال جميل جدا وإجابته صعبة، لأن ما أدري ليش اتجهت له. يمكن في الناس يمكن لما نشارك في المعارض تنتقدني تقول أنت أخذت مثلا النحت على قشور البيض وممكن تنكسر بأي لحظة، يعني ففي عندي بيضة تقعد 9 ساعات ممكن على الساعة 8 والتاسعة تنكسر. هذه البيضة أخذت من عندي 3 أسابيع تقريبا وكانت ممكن بأي لحظة تنكسر، فهو نحت هواية ليش جت عليها للحين ما أعرف السبب. يعني هذه بيضة شنو؟ هذه بيضة نعام أفريقية. نعم، وسماكتها يعني عشان كذا أخذت 8 أسابيع لأن هي سميكة غير عن باقي البيض. نعم، هل تختلف سماكة قشور البيض من طائر لآخر يعني وأنت تشتغل عليهم، وشنو أسهل لك في النحت؟ نعم فعلا تختلف السماكه من بيض من خلينا نقول من بيض البلبل وانا اشتغلت عليه ليه بيض النعام. يعني يمكن بيض النعام عندي كثير منه بس ما اقدر اشتغل لان اذا اشتغلت تاخذ مني ساعات طويله وصراحه يعني ايدي تتعب تتعور يمكن ما انام في الليل يعني، ولكن افضل البيض اللي احب اشتغل فيه ويكون شويه يعني حجمه مناسب حق المعرض يعني وهو بيض الوز لان حجمه زين ويعني او مناسب وسماكته حلوه يعني وشغله يعني هم ياخذ وقت طويل على حسب النكش اللي عليه او النحت، لكن ما يحتاج يعني تولز معينه يمكن يعني هذا يحتاج انه يكون دريل ويعني دريل كهرباء زين وياخذ وقت لانه صلب يعني هذاك يمكن شويه افضل يعني عندي.
شنو الأدوات اللي تحتاجها لتفريغ البيض وإيش كثر تنطر على البيضة أنها تنشف عشان تشتغل عليها؟ نعم طبعا الأدوات تختلف، يمكن يعني مثل ما قلت لك أنا دريل صغير اللي هو دريل الخشب أشتغل فيه حق النحت على بيض النعام، إلى دريل طبيب الأسنان لانه يكون وايد دقيق. نعم يمكن يعني الكثير لما يجون خاصه عيال لما يجون وانا اشتغل ما يحبون يسمعوا الصوت، يقول شنو داشين عند طبيب الاسنان، نفس الريحه نفس الصوت، ولكن شنو يكون لانه شغله دقيق جدا. افضيها طبعا انا اول البيضه اي بيضه اجيبها لازم افرقها، طبعا تاخذ مني اول شيء يمكن لما افضيها ما تاخذ مني 5 دقائق، ولكن بعدين لازم اتركها 3 ساعات مو اقل من 3 ساعات يلا تنشف او ينشف الغشاء الرقيق لداخل، وبعدها ابدا في النحت عليه. دكتور هل تعتزم إقامة دورات وورش تدريبية لتعليم هذا الفن النادر نقدر نقول؟ شوف أول شيء أستاذي الكريم يعني في برا وايد هل يعني هالفن مشهور، يمكن في أوكرانيا في ألمانيا في أمريكا في روسيا، ولكن عندنا في المنطقة هنا خلينا نقول في دول الخليج لا يعني قليل جدا، وإحنا قاعد نحاول إن ندرب ونقول لهم يا جماعة ترى مو صعب، تعال وناس راح تستمتع. ليش نبي نخلي هالفن هذا ينتشر في الخليج يعني، وبالتحديد خلينا نقول بالكويت، لأن أنا بديت في بالكويت وودي يصير عندي مجموعة تعلم، لكن ناس يعني تعلم شيء بسيط يعني أو يتعلمون عدد قليل ومتخوفين للحين، يقول لك أنا ما أبي أقطع يعني مسافة أو وقت طويل، آخر شيء في بيضة يعني في عزوف لحد الحين في عزوف. هل في أحد سبقك في هذه الهواية وأول بيضة نحتها شلون قدرت تقدمها للناس أو شلون شاركت فيها وشنو كانت ردود الأفعال؟ طبعا اللي سبقوني هي كثيرين يعني، بس برا أنا ما شفت أحد يعني في بالكويت. لا بالكويت يعني ما شفت يعني، يمكن شفت اكو مدرس مصري تعرفت عليه بالصدفه بلا نحت شم بيضه يعني وكان في المدرسه وتعرفت عليه، لكن لا ما في حد الحين. ومثل ما قلت لك اتمنى يعني يكون بالخليج يتصلون علي بالامارات يبون يشارك كذا يعني يبون مشاركات، لاني لليوم يعني ادور احد عشان اتواصل معه نتبادل بعض الافكار ما لقيت لحد الحين. برا بلا موجود يعني في كثيرين يعني. لما سويت اول عمل او اول بيضه انت نحت عليها او سويت فيها الرسمه الجميله هذه فن النحت على قشور البيض، شلون كانت ردود الافعال؟ طبعا يعني انا شاركت في 2004 اول معرض كان بينالي الخرافي في الجمعيه الكويتيه للفنون التشكيليه، كان اخذ صدى كبير في كل جرائد الكويت كلها انه طلع فن جديد بالكويت، وكانوا يقولون يعني في كل الناس كان يقول هذا اكيد دارس يعني يا بروسيا يا بالصين، هذا مو صحيح يعني ان هذا شغل روسي شغل صيني، وكان الناس انبهرت انه فعلا هذا الفن نشوفه برا ونقعد بالساعات مثلا نصوره الحين شفناه بالكويت، فكان يعني صدى ما زال يعني في كل معرض لما ادش يعني اشوف الناس والجمهور يعني مستغربين يعني في استغراب انه يعني مثل ما نقول الحين نروح مسافر اماكن نشوف مثلا حبه العيش يكتبون عليها، اليوم احنا سوينا بيض ننحتها كلها على صور صاحب السمو الله يحفظه على اشكال على كلها. نعم انا ملاحظ عندك في الورشه هنا دكتور احجام مختلفه من البيض وانواع والوان بعد، بالنسبه للفن النحت على القشور يختلف من بيضه لاخرى؟ اي نعم طبعا اول شيء في عندي يعني صعوبه في الحصول على البيض، لان البيض يقول شلون صعوبه يعني البيض متواجد في الجمعيه هذا اللي ناكله بيض الدياي العادي، ولكن انا الحين بتسوي فكره فتحتاج مو بيض النعام، فتحتاج مثلا بيض نعام الايمو لان لونه اسود هذا استرالي نعام استرالي، في بيض الوز هذا مو موجود هنا في الكويت فاطلبه من برا عشان يوصل يعني، فالالوان تختلف طبعا ما الون شيء هو نفس الالوان يعني او نفس البيضه. السماكه اللي هي اللي تخليك يعني اقل بيضه مثل ما قلت لك 3 ساعات ونص توصل عندي مثل صوره صاحب السمو 9 ساعات، واحب اشتغل فيها يوم السبت يعني دائما اشتغل في الورشه يوم السبت لاني ما عندي التزامات، اللهم اقوم حق الصلاه ارجع شويه واكمل من الصبح ما انتهي من البيضه الا في الليل يعني. الرساله بشكل سريع حاب توجهها لكل الفنانين. طبعا اول شيء يمسي على جميع الفنانين واحنا نتعلم منهم ما شاء الله خصوصا روادنا، وفي فن بالكويت ترى اصعب من البيض ما شاء الله اذا تزورون المعارض وتشوفون، ولكن اللي بوصل له اقول لكم ترى ماكو شيء صعب يعني، يقولون البيضه لا كان عندي صعوبه بس كان عندي اصرار وعزيمه وفي هدف فوصلت له، فانا اليوم اقول حق اي شيء يعني في الدراسه في الرياضه حط لك هدف توصل له واصرار راح توصل له ان شاء الله. شكرا لك دكتور صباح اسد الدكتور واللي مارس فن النحت على قشور البيض هذا الفن المميز والجميل. مشاهدينا نتمنى لكم طيب المتابعه في هذه الاطلاله ستريم بوكس والاخبار المحليه، اما الان عوده الى الزملاء في الاستديو. مساء الخير يا كويت، والى الزميله اماني.
كل الشكر للزميل خالد البنا وضيف الكريم على هذا اللقاء الجميل. وفعلا فن النحت فن جميل يستحق المتابعة والمشاهدة وأن الواحد يتعرف عليه أكثر وأكثر. إذا أنتقل لزميلي عيد من الطرف الآخر في الاستديو. عيد لك الهواء. يعطيك العافية زميلتي أماني، وأيضا كل الشكر والتقدير للزميل المجتهد دائما خالد البناو على هذا اللقاء المميز والخاص بالنحت على قشور البيض. طبعا للمعلوماتية أغلى أنواع البيض هو بيض النعام الإيمو خاصة. احنا متواصلين معاكم من خلال برامجكم برنامج مساء الخير يا كويت، وعندنا فقرة مميزة جدا عن جراحة المسالك البولية، وراح يكون فيها طبعا الدكتور محمد عبد المحسن الغانم، راح نتكلم عن جراحة المسالك البولية بإذن الله، ولكن فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. بين حين وآخر يتم تداول أخبار طبية لا يتحقق منها ومن صحتها مرسلوها، فتثبتهم من صحة الخبر معدومة، والتأكد من ناقل الخبر ومدى معرفته بهذه المعلومة الطبية غير دقيق، وحتى العواقب السلبية لهذه الأخبار غير الدقيقة مما يؤثر سلباً على المصابين بأي نوع من الأمراض. واليوم مع ضيفنا سنبحر من خلال الحقائق الطبية حول الحصوات التي تصيب الكلى أو الحالب، فأهلا بكم برحلة مع الوقائع العلاجية للحصوات بأنواعها. احنا نجدد لكم تحية من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير كويت، ومساحة حوارية أخرى مع الدكتور محمد عبد المحسن الغانم أخصائي طبعا جراحة المسالك البولية والتناسلية. حياك الله معنا دكتور، والساعة المباركة وكل عام وانت بخير. الله يحييك، شكرا على الاستضافة الكريمة، واحنا حاضرين لأي إجابة إن شاء الله. أبرك ساعات يا دكتور. دكتور في البداية أنا ودي أسألك، احنا خلصنا ولله الحمد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، يعني أجواء النظام الغذائي تغيرت مع الناس، أكثر الأمراض شيوعا في مجال المسالك البولية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على تمام صيام شهر رمضان. خلال فترة شهر رمضان كان في عندنا حالة من تغير في النمط الغذائي، ففي زيادة في استهلاك اللحوم الحمراء، في عندنا زيادة في فترة عدم الشرب والأكل فأدى إلى جفاف. ندري الحين إحنا في خلال أشهر الصيف، رمضان يحل علينا في أشهر الصيف، فدرجات الحرارة المرتفعة أدى إلى كل هذه الأمور، أدت إلى ممكن ساعدت على تكون حصوات وآلام في للمرضى. فأغلب الحالات اللي شاهدناها خلال فترة رمضان هي عبارة عن آلام الكلى والحالب. ممتاز ممتاز. دكتور محمد، ودنا نتعرف على الأعراض، يعني أعراض حصوات الكلى. في البعض ما ينتبه على نفسه وما يدري، يعني ممكن تحوش الأعراض وما يدري أن هذه أعراض حصوات الكلى، فشلون يقدر يكتشف المريض نفسه؟ أنا حاب بس أوضح للمشاهدين الكرام نقطة، اللي هي الجهاز البولي يتكون من كليتين حالبين، مثانة بولية، مجرى البول زائد البروستاتا عند الرجال. وظيفتها ببساطة تنقية الدم من الشوائب والسموم والمحافظة على بي اتش الدم. المريض ممكن يعاني من آلام شديدة إذا كانت الحصوة هذه موجودة نزلت في الحالب، ممكن تؤدي إلى آلام شديدة في الجهة تنزل إلى أسفل البطن، مصاحبها تدمم وحرقان عزكم الله في البول. أي نعم. ممكن مصاحبة لقيء، ارتفاع في درجة الحرارة. أي. وممكن إذا كانت هذه الحصوة موجودة في أحد حجر الكلى. نعم. ممكن يعيش معها الإنسان سنوات طويلة وما يدري عنها، إلى صدفة ما يسوى فحص أشعة مقطعية لسبب ما. أي نعم. سونار. أي نعم. يكتشف أنه عنده هذه الحصوة. نعم دكتور، الآن يمكن الفترة الأخيرة أصبحت يعني بدأنا نسمع في موضوع حصوات الكلى الفترة الأخيرة بشيء يعني جبار كبير، هل هذا يعود إلى خلل في عملية الثقافة الصحية بعدم شرب الماء؟ طبعا إحنا من الأسباب الأساسية لتكوين الحصى عدم شرب الماء كميات كافية. إحنا الأطباء دائما ننصح المرضى شربوا
من لترين إلى لترين ونص، يعني خلنا نقول 8 أكواب من الماء. طيب هل هذا ينطبق على كل البشر؟ بالطبع لا. أنا اليوم أشتغل في مكان الحمد لله مكيف بارد، أحتاج هالكمية هذه. نعم. الإخوان والزملاء اللي يشتغلون في المواقع العمل بالشارع، الضباط، العسكر، في الميدان، في الميدان تعرضون لحرارة الشمس العالية، الحرارة الشمس طبعاً، التعرق، فيحتاجون إلى كمية أكثر. أنا إحنا دائماً نقول حق مرضانا المقياس أعزكم الله لون البول، إذا كان اللون شفاف إلى أصفر فاتح فأنت التروية عندك سليمة إن شاء الله. إذا كان كل ما صار غامج أكثر كل ما زادت نسبة تكون الحصوات، لأن نسبة تركيز الأملاح صارت عالية جداً عندنا. عندنا سبب ثاني أساسي همّاً وراثي، ممكن يكون أحد يعني الأب أو الأم عندهم حصوة فممكن يؤدي إلى تكون حصوات. عيب خلقي في الجهاز البولي ممكن يؤدي إلى تكون الحصوات. قمنا نلاحظ بعد عمليات السمنة زيادة في نسبة الحصوات، لأن المريض ما يقدر يشرب كميات كافية من الماء بعد العملية هذه. في عندنا بعض الأمراض اللي هي خلل في نظام التمثيل الغذائي، فهم ممكن تؤدي إلى تكوين الحصوات طبعاً. نعم نعم، يعني يمكن هذه معلومات جدا جميلة، عيد الواحد يستفيد منها أكثر وأكثر. أهم شيء شرب الماء، يعني ثم حاول تزيد، ما يمنع تزيد الماء. إحنا طبعا دائما نقول حق المريض اشرب ماء يعني حسب المقياس اللي قلنا عنه، لكن بعدم إفراط. كل شيء زيادة هم ممكن يأثر على المناعة. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور، كل الشكر والتقدير طبعا للمشاهد الكرام الدكتور محمد الغانم أخصائي جراحة المسالك البولية. ممتاز، إذا كل الشكر لك دكتور، وأيضا عندنا طبعا تقرير جدا جميل، وتقرير يتكلم عن يعني زيارة جميلة من معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بزيارة قطاعات الوزارة المختلفة خلال أيام عيد الفطر السعيد، حيث قام بشكر ومعايدة العاملين. نتابع معكم هذا التقرير ونشوفه وياكم. ضمن جولة ضمت بين جناحيها شكراً وعرفاناً للعاملين في وزارة الإعلام ومعايدتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، قام معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بجولة متعددة لجميع استديوهات التلفزيون والإذاعة والمراقبة الرئيسية للتلفزيون. احنا مستعدين استعداد كامل لتبني أي فكرة جيدة تفيد تلفزيون الكويت، وهذه الزيارة جاءت للشكر والتقدير والعرفان للجهود اللي قمتوا فيها في هذه الفترة، ونقول لكم قواكم الله والله يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير. وقد حملت هذه الزيارة والجولة في طياتها معاني الشكر من معالي الوزير إلى إخوانه وأخواته من العاملين في قطاعي الإذاعة والتلفزيون ومعايدته لهم بمناسبة عيد الفطر، وتمنى معاليه لهم دوام التوفيق والسداد، مثمنا لهم ذلك الجهد الذي يبذله أولئك العاملين في هذا المجال. من جهتهم شكر العاملون في قطاعات الوزارة المختلفة معالي وزير الإعلام لحرصه على زيارتهم والتواصل معهم وتقديم الشكر لهم والثناء على مجهوداتهم، وأوضحوا بأن ما يقدمونه هو قليل من فيض مما تقدمه الكويت لهم. وهذا أدري أنه واجبكم، وأيضا واجبنا أن نجي ونشكركم على الجهود اللي بذلتوها في الفترة السابقة، وهذا النجاح الحمد لله بشهادة الجميع اللي تحقق في تلفزيون الكويت بالفترة اللي فاتت، وهذا ما جاء من فراغ، هذا جاء بجهود الجميع، بتكاتف الجميع، بالإحساس بالمسؤولية من خلالكم، من خلال الموظفين. احنا اليوم في يمكن اهم موقع في الوزاره، نشوف ان العمل المتواصل فيه، فحاب مره ثانيه اكرر شكري لكم وتقديري لكم على الجهود اللي بذلتوها، ونقول لكم قواكم الله، وشنو من احتياجات تحتاجونها انا موجود، والوكيل والاخوان وكل المساعدين، شنو احتياجاتكم احنا راح نوفرها لكم لمزيد من النجاح باذن الله، وقواكم الله مره ثانيه. إذن مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل إن شاء الله نلتقي معكم باكر بنفس الحزة وتكون معنا فقرات جديدة ومواضيع متنوعة.
الخير والمحبة. اجتمعنا معكم في برنامج مساء الخير الكويت، سنلتقي معكم إن شاء الله في الغد مع موضوعات أخرى. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.